الإنسان معرض لخطرين، خطر الشهوات وخطر الشبهات. الشهوات تدفع بالإيمان وتقوى الله والصبر، وأما الشبهات لا تدفع إلا بالعلم والسؤال. طالب في ثالث ثانوي متميز دراسيا، متفوق، درجات عالية، جاء واحد من أخوياه معه طالب بس إنه كسول، وقال فلان أنت ليش هاد حيلك وحالتك حالة؟ فقال الطالب الكسول أنت ليش هاد حيلك، أعطى المدرس فلان وفلان هدية وراح يعطونك الأسئلة. فالطالب ترك الاجتهاد في الدراسة بناء على هذه الشبهة. فالطالب المتميز مشى على هذا الوهم وترك فعلا الاجتهاد في الدراسة بناء على هذه الشبهة. يوم جاء وطق الباب على مدرس وعطاه الهدية، فكانت النتيجة، فالمدرس اصفعه على وجهه وتكلم عليه وثرب عليه وتوعده بالفصل. هنا الطالب الدنيا أضرمت في وجهه. المقصد من هذه القصة يا جماعة أن بعض الشباب تجي شبهة صدقها بلا دليل ويأخذها على عنوانها ويبني عليها أمور وينجر فراءها. السبب لأنه ما سأل. فأنا أقول للشباب لا تسلم عقلك لأي أحد، فيفسد عليك عقلك ودينك ودنياك وآخرتك. جتك شبهة اسأل علماء الربانيين. إذا مرت عليك شبهة مثلا في تويتر أو في الفيسبوك مثلا قرأتها أو سمعتها من أحد، لا تخليها تطول معك وتأكل وتشرب معك. اذهب لأحد المشايخ تثق فيهم واسأله، مشايخنا وعلماءنا وهيئة كبار علماء فاتحين أبوابهم. جتك شبهة يا أخي روح لهم اجلس معهم، هؤلاء العلماء شابث لحاهم في العلم. فكثير من شبابنا وقعوا جماعة في فكر الخوارج ومع داعش بسبب أنهم سلموا عقولهم لأناس مجهولين، شيخ أبو فلان وأبو علان. الستة اللي قتلوا أمس ولد خالهم الرشيدي يقول حنا نبايع البغدادي، أي بغدادي أي بطيخ، هذا النكرة والله سوف يسألكم الله يوم القيامة عن هذه الدماء البريئة. فهؤلاء نموذج لمن سلم عقله لغيره، فكانت النتيجة قتل نفس بغير حق لزوال الدنيا أهون عند الله ميراق الدم مسلم. الدين لا يؤخذ وراثة أو تقليد أو استرضاء لأحد، لا، الدين يؤخذ بالدليل والجلوس بين يدي العلماء الربانيين. فلازم نعرف يا جماعة أن هذه الدولة مستهدفة من أعداء الدين والملة من الخارج، فبدأوا ينشرون عندنا الشهوات والشبهات، فلا بد الحذر الحذر. تخيلوا يا جماعة عشان نعرف أن احنا مستهدفين، خلال 4 شهور الماضية تم ضبط حبوب مخدرات كمية هائلة تعادل 5 سنوات ماضية. الواحد يا جماعة لازم يكون فطن، ترى أعداء الدين والملة وهذه الدولة يحاربوننا بأمرين، مخدرات يلحس مخك وثم حرب فكرية يغسلون مخك. فكم من شاب يا حسرتي ضيع شبابه وضيع عمره وفقد عقله، يمشي الآن في الشوارع بدون ملابس وبعضهم في الإشهار بسبب المخدرات. أعداء الدين لو جوني بيحاربوننا وانت معك عقل تبي تقاومهم لأن معك عقل، لكن لو جوك وملحس مخك بالمخدرات لن تستطيع أن تقاوم. كم من شاب قتل أبوه وقتل أمه وهذا قتل أبنائه وهذا قتل زوجته بسبب مخدرات، لأن ذهب العقل، وهذه جماعة هم اللي يبونه. الحرب الثانية حرب فكرية، قاموا يقتلوننا بأبنائنا، اقتل ود عمك، اقتل العسكري، اقتل فلان، اقتل علان، وصار مثل الريموت لأنه سلم عقله. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشيء الثاني عليكم بأعظم سلاح وهو العلم والسؤال. أكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا الدعاء اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.